السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. درسنا في الدروس السابقة السائل، وفسرنا سلوكياته على أساس نظرية الحركة الجزيئية. عرفنا أن المادة السائلة، درسنا صفاتها، عرفنا حجمها ثابت، تأخذ شكل الإناء، قوة التجاذب بينها تمنعها من الابتعاد زي حبات المسبحة. فسرنا كثافتها وضغطها، عرفنا الميوعة، تعرفنا على اللزوجة، أنها مقياس مقاومة السائل للتدفق، عرفنا العوامل المؤثرة على اللزوجة. وفي درسنا الماضي تعرفنا أيضا على العوامل المؤثرة على اللزوجة بالتفصيل. عرفنا كل واحد كيف يؤثر على لزوجة المادة، عرفنا قوة التجاذب كيف تأثر، حجمها، شكلها، درجة الحرارة، ودرسنا عن التوتر السطحي وفسرنا التماسك والتلاصق والخاصية الشعرية. ندخل اليوم في المواد الصلبة. وقبل ما ندخل المواد الصلبة، خلونا نرجع لنفس المقارنة اللي سويناها في نظرية الحركة الجزيئية بين الغازات والسوائل. نرجع اليوم نسوي نفس الكلام بس بالنسبة للمواد الصلبة، لكي نستطيع فهم سلوكياتها بشكل أكبر قبل ما نبدأ فيها. نعرف أن المواد الصلبة حجم جسيماتها أكبر لا من المواد السائلة ولا من المواد الغازية. يعني إيش ترتيبها يكون؟ مواد صلبة أكبر من المواد السائلة، أكبر المواد السائلة والصلبة كلهم أكبر من المواد الغازية أو من الحالة الغازية. إذن أكبر، وقوة التجاذب بينها كيف؟ كبيرة جدا، قوة تجاذب كبيرة جدا. كيف التجاذب بينها سيكون؟ قوة التجاذب كبيرة، فكيف المساحات؟ تكون متراصة جسيماتها. طيب بالنسبة لحركتها، تتوقعون كيف بتكون حركة المادة الصلبة؟ زي المادة السائلة ولا زي المادة الغازية ولا كيف؟ ستكون حركتها اهتزازية. ليه؟ لأنها مقيدة بقوة تجاذب، ما تقدر تروح لا يمين ولا يسار، بس تهتز في مكانها. طيب بالنسبة لطاقة الجسيمات، طاقة الجسيمات هي نفسها هنا وهنا وهنا، ما دام انها عند درجة الحرارة نفسها، فإن طاقة الجسيمات نفسها يا بنات ما في حالة أكبر من الثانية، ولكن الفرق إنه هذه الحالة طاقتها كبيرة ولكن تقيدها قوة التجاذب هنا وهنا، ولكن هنا ما تقيدها قوة التجاذب. ولا ما دام إن في درجة الحرارة نفسها، إذا طاقة الجسيمات نفسها، لأن أنا عرفت درجة الحرارة إنها معدل طاقة الجسيمات. نرجع لدرسنا اليوم، نجي نستعمل طريقة كورنيل مثل ما تعودنا. نبدأ بصفات المادة الصلبة. من أهم صفاتها زي ما درسنا من صفات المواد السائلة، صفاتها الحجم. نتكلم عن الحجم، كيف بيكون حجم المادة الصلبة؟ ثابت طبعا. طيب وشكلها متغير زي السائلة ولا لا؟ حجمها أيضا، شكلها أيضا ثابت. لماذا؟
شكلها وحجمها ثابت بسبب قوى التجاذب العالية بين جسيماتها، والتي تقيد حركتها طبعا الجسيمات، أو نقول إنه تقيد الحركة وتجعلها اهتزازية، يعني باقية في مكانها. تمام، ننتقل للجزء الثاني اللي هو كثافتها. كثافة المواد الصلبة، كيف أقارنها بالمواد السائلة؟ المواد الصلبة كثافتها أكبر من السوائل، يعني زي ما شفنا هناك المواد الصلبة أكبر من السائلة، والسائلة أكبر من الغازية. طيب، يعني إن مثلا نجيب مادة موجودة في الحالة السائلة والصلبة في نفس الحالة، نقول مثلا إنه مكعب البنزين، وهذا ذاكر المثال هذا بالكتاب، مكعب البنزين لأنه أكبر كثافة من، يعني في الحالة الصلبة الجامدة، مكعب البنزين في الحالة الصلبة أكبر كثافة من البنزين اللي في الحالة السائلة، لذلك فهو يغرق في البنزين السائل. لماذا؟ رغم أنها لنفس المادة، يعني لماذا؟ لأن الحالة الصلبة للمواد أكثر كثافة من الحالة السائلة، وأنا عارفة أن اللي أكثر كثافة هو اللي ينزل تحت، هو اللي أثقل. طيب، طب عندي سؤال، ما دام انه المادة الصلبة أكثر كثافة، ليه جبال الجليد تطفو فوق الماء؟ ليه مكعبات الماء إذا حطيتيها في الماء، مكعبات الثلج إذا حطيتيها في الماء تطفو، ما تغرق، مو زي مكعبات البنزين؟ يقولك الماء حالة استثنائية، الماء حالة استثنائية. لماذا؟ الماء، جزيء الماء، طبعا أنا عارفة إنه، خلونا نخلي جزيء الماء عبارة عن هذه الدائرة، ما بحط H2O، اكتبها بس داخلها. الماء يا بنات في الحالة السائلة بتكون الحالة، تكون الجسيمات مع بعض متدفقة مع بعض، في بينها، طبعا أنا عارفة أنه بينها قوى تجاذب هيدروجينية تكون بينها وبين بعضها. طيب، هذا في الحالة السائلة يكون عندها حرية في الحركة، لكن لما تجيني في الحالة الصلبة، لما يبدأ يتجمد الماء، الماء قادر على تكوين 4 روابط هيدروجينية مع الجزيئات اللي حولها. كل جزيئة، ما كل جزيئة لازم تكون لي 4 روابط. فهذا الشيء خليها، هل صارت نفس العدد من الجزيئات، هل تصير تاخذ نفس المساحة؟ لا، بتبدأ تكون متباعدة عن بعض، مو مثل السائل، يعني الكثافة فيها ستكون أقل.
وهنا الكثافة أعلى. ليه؟ لأن كل واحدة من هذه الجزيئات قادر على تكوين 4 روابط هيدروجينية مع الجزيئات الأخرى، مما يجعلها متباعدة عن بعضها. خلينا نصيغ السؤال ونصيغ الإجابة. احتمال يجيك السؤال، عللي. تطفو الجبال الجليدية فوق الماء، ولا تطفو مكعبات الثلج، ولا لا تغرق مكعبات الثلج؟ أي تعليل من هذه الطريقة تكون إجابته أن الماء حالة استثنائية، يعني مو مثل المواد الثانية اللي كثافة المادة الصلبة أعلى. الماء حالة استثنائية، الحالة الصلبة فيه أقل كثافة من السائلة. لماذا؟ بسبب تكوين 4 روابط هيدروجينية حول كل جزيء ماء، مما يجعل الجسيمات أو الجزيئات أقل تقارباً. ما دامها أقل تقارباً بتكون أقل كثافة من السائل اللي ما عندها شرط لعدد الجسيمات. تمام؟ هذا بالنسبة لكثافة المادة الصلبة. ننتقل لتصنيف المواد الصلبة. لو شفتي كتابك سنرى أن المواد الصلبة صنفت إلى مواد صلبة بلورية أو متبلورة، ومواد صلبة غير متبلورة. تمام؟ المواد الصلبة الغير متبلورة صنفها إلى أول شيء عرفها وحدد وحدة بنائها، بعدين صنفها إلى 4 أنواع، وتكلم أيضا عن شيء اسمه التآصل. هذه أهم المعلومات اللي في تصنيف المواد الصلبة. تمام؟ نجي ننتقل إليها بالتفصيل. نبدأ بالمواد الصلبة البلورية. قلنا أول شيء بنعرفها. إيش تعريفها؟ هي مادة تترتب جسيماتها بشكل هندسي منتظم. إيش يسمى هذا الشكل الهندسي المنتظم؟ يسمى الشبكة البلورية. وأعطاك في الكتاب أشكال للشبكة البلورية. لو لاحظت الصورة أن هناك شكل مكعب، وهناك بشكل مركزي الجسم، وهناك مركزي الوجه. مو مطالبة في حفظها، ولكن هناك اللي تعرفينه أن هناك أشكال للشبكة البلورية. ما هي وحدة بناء المواد الصلبة البلورية؟
وحدة البناء يا بنات دائما هي أصغر ترتيب للذرات، يعني اللي يتكرر، يعني كأنها المكعب اللي يتكرر منها. يعني المادة الصلبة، مو إحنا قلنا إن المادة الصلبة البلورية هذه تركيب منتظم في شبكة بلورية؟ طب أصغر جزئية من الشبكة البلورية اللي كلهم يشبهون بعض إيش؟ هذا اللي اسمه وحدة البناء، هو أصغر ترتيب للذرات في الشبكة البلورية اللي يتكرر نفسه، هو المكعب حقها اللي يتكرر، اللي هذا نفس هذا نفس هذا نفس هذا. هذا كيف ينبني؟ هذا اللي يسمى وحدة بناء الشبكة البلورية. ودائما المواد المتبلورة، لأنه من اسمها متبلورة، لازم إنها لها ترتيب هندسي منتظم يتكرر، لها وحدة بناء ثابتة تتكرر في جميع أجزاء المادة الصلبة. طيب إذا ما هي وحدة البناء؟ هي أصغر ترتيب للذرات. كيف طريقة ارتباطهم مع بعض؟ لاحظتوا الماء لما ناقشناه، هناك شبكة صغيرة تتكرر، إنه كل جزيء يمسك أربعة، إذا هذا هو الوحدة حقته، هي أصغر ترتيب للذرات في الشبكة البلورية.